وصلنا برحلة الميلاد إلى مدينة بيت لحم، مدينة داود، مدينة الميلاد، مدينة الرب يسوع. وصلنا إلى كنيسة المهد، أقدم كنيسة في العالم، وها إحنا أمام هذه الكنيسة. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أدعوك أن تأتي مسرعاً معي لكي نلتقي بهذا الحدث الهام في هذا اليوم. على كلمتك راح اخذها. قديش؟ 6 شيكل. طبعا كل المسيحية بتحتفل في عيد الميلاد، وبتيجي السياح من كل انحاء العالم تزور هذا المكان. تعتبر كنيسة المهد أقدم كنيسة في أرض فلسطين وفي الأراضي المقدسة. بنيت في القرن الرابع أيام الملكة أم قسطنطين هيلينا، بنت هذه الكنيسة وبنت أيضا كنيسة القيامة. كنيسة جميلة جدا، ما زلنا نرى الفسيفساء عندما ترفع طبعا الخشب وترى أرضية الفسيفساء الجميلة، بتعبر عن جمال هذا المكان. وأيضا المغارة، البيت اللي هو بعود طبعا للوقت الأصلي اللي ولدت فيه. لما بتنزل تحت الكنيسة الجزء الأرثوذكسي بتشوف مكان طبعا النجمة، مكان ولادة الرب يسوع المسيح، وبتشوف أيضا المذود، المكان اللي وضع فيه الرب يسوع المسيح. ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص، هو المسيح الرب. رحلة الميلاد نصل إلى بيت صحور، إلى حقل الرعاة، هذه المنطقة اللي حدثت فيها قصة الحب بين رعوث المؤابية وبوعز من نفس هذه المنطقة. وطبعا رعوث سجلت في سجل سلسلة نسب المسيح. فإذن السؤال الأخير، ما هو موقفك؟ أي قرار تتخذ اليوم؟ في ناس بتتخذ موقف الكراهية والعداء ليسوع المسيح مع أنهم لا يعرفون الهدف لرسالة المسيح، مثل هيرودس الملك. وفي ناس بيأخذوا موقف اللامبالاة وعدم الاكتراث، مثل الفريسيين والكتبة. لما سألهم هيرودس لم يكترثوا أن يروحوا لبيت لحم يفحصوا عن هوية الصبي المولود. لكن العديد من الناس، وبتأمل أنك تكون واحد من هؤلاء المشاهد الشهود أو الذي يشاهد، أنك تأخذ موقف الرعاة الذين جاءوا مسرعين بفرح وسجدوا ليسوع، أو المجوس الذين جاءوا وسجدوا ورجعوا إلى بلادهم بفرح عظيم.